تحية طيبة وأهلا بكم في برنامج الصحافة وقراءة في أبرز ما تناولته الصحف الجزائرية والمغربية والفرنسية والناطقة بها، وكذلك إطلالة على أبرز ما أثار اهتمام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. فأهلا بكم جميعا، ونبدأ مع الصحف الجزائرية. في صحيفة أخبار اليوم: سجون الاحتلال تتحول إلى مقبرة للأسرى، هكذا سرق الصهاينة جثث الشهداء من المقابر. تكريم رئاسي للمتفوقين في البكالوريا والتعليم المتوسط، وزير التربية: نتائج دورة 2024 الأحسن منذ الاستقلال. حاملو البكالوريا يمكنهم إدراج 6 رغبات أخرى، هذا جديد. التسجيلات الجامعية: أغلب الطلبة الجدد حصلوا على رغبتهم الأولى. وفي خبر آخر: بن جامع: المجتمع الدولي ملزم بالعمل بصوت واحد، الجزائر تدافع لإنهاء معاناة السودانيين. في صحيفة آخر ساعة: فيما بلغت الأشغال به مراحل متقدمة، دخول تلفريك عنابة الخدمة الفاتح من نوفمبر القادم. أكثر من 70 منتخبا متابعين في القضية إحالة ملف تزوير انتخابات السينا بسكيكدا للمحكمة منتصف هذا الشهر. فيما تم فتح ملف المشاريع الصحية المتأخرة بالولاية، المطالبة بلجنة تحقيق وزارية بخصوص مستشفى الحروق بسكيكدا بسبب خطأ شبه طبي أدى لوفاة زميلتها، التوقيف التحفظي لممرضة بمستشفى ابن سينا بعنابة. ننتقل إلى صحيفة الخبر: مقاضاة بائعي التوقيعات من شأنه تكريس أخلاقة العمل السياسي، إسقاط عضوية المنتخبين من المجالس المحلية. وفيما يخص الرئاسيات: مديرو الحملة الانتخابية للمرشحين 3 الخبرة الإدارية في مواجهة الخبرة السياسية. رياضيا: رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية: لست مندهشا من تسييس قضية إيمان خليف. أزمة في فرنسا والسبب تتويج كيليا نمور بالذهب. ننتقل إلى صحيفة الصريح: تبخر 1500 قنطار حبوب من المخازن يجر إطارين إلى العدالة بعنابة. خرق تعليمة وزارة الثقافة وطبيعة المهرجانات الصيفية يثيران لغطا بعنابة. فاعلون راسلوا السلطات العليا للتحقيق في الملف. رياضيا: تقدمت على الصينية والأمريكية كيليان مور، تهدي الجزائر أول ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس. ننتقل إلى المسار العربي: في يومها 305 الكيان يواصل محاصرة غزة ونزوح أكثر من 95% من السكان. أكثر من 10,000 طالب استشهدوا منذ بدء العدوان على غزة. وأهلا بكم في جهنم، هكذا يحول الكيان سجونه إلى معسكرات للتعذيب الممنهج. تواصل قوات الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 305 تواليا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار. ننتقل الآن إلى فقرة مقاطع. بداية دعونا نستمع إلى جانب من كلمة للمحامي وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السيد سعيد زاهي، حيث كان ضيفا في العمق وعلق على الرئاسيات والمنافسين للرئيس تبون بأنه كان عليهما أن يقدما تظلما لهيئة الانتخابات لمنع تسمية وزير الداخلية رئيسا للحملة، لكنهما ليسا منافسين جديين، وبالتالي
وبالتالي لن يقدمان على هذا الإجراء. لنستمع. العديد من الاستوادري 10 أحزاب زايدت على الشعب وتقدمت أمام الكاميرات لتثبت ولاءها للرئيس بإمضاء استمارة أمام الكاميرات، ثم الرئيس المرشح لا يعين منهم أحد. عملية سياسية كان من المفروض، إذا قارنا كما قلت بالسنوات أو العهد القديم، كان من المفروض أن يتغير المشهد، وخاصة في ديباجة الدستور الحالي ليقول لك يجب الابتعاد عن التصرفات والممارسات القديمة وتقديم شيء جميل. أين هو الأجمل؟ بل هذه الطريقة أخطر من النظام السابق، لأنها تعتمد، أنا أقول هنا مثلا نطرح سؤال برك، هل يمكن للضيف الكريم وأحزابه وأحزاب الموالاة أن تنشر قائمة المنتخبين لمن أمضوا الاستمارات في فرنسا في كل الدول المتقدمة؟ المنتخب منطرف بين قوسين مزدوجتين من طرف الشعب، على الأقل منتخبيه يعرفوا لما نمد الصوت نتاعهم. احنا ما كانش، بالرغم من عدم الغلق الإعلامي والسياسي، ويرافقها اعتقالات الشباب في الجزائر. مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بحملة كبيرة للدفاع عن الملاكمة الجزائرية إيمان خليف ومساندتها بعد تعرضها للتنمر والعنصرية. اخترنا لكم ما قالته الفنانة الجزائرية الملتزمة رجاء مزيان عن دعمها لإيمان خليف. نتابع. سالو إيمان، هذا ميساج ليك إيمان خليف، إن شاء الله تكوني بخير وتكوني اون فورم. بغيت نقول لك بلي الهضره اللي نهضرت داها الريح، والهضره تاع الصح راهي سور لو رينغ، وانت بينتي لو موند اونتي على واش قادره، وبلي راكي تما بدراعك كيما نقولوا عندنا ضرب دراع خالي، وبينتي لهم لا فام الجيريان على واش قادره. كملي عطي لهم دي لوسون، والهضاره اللي هضروا ان شاء الله يغنوا معنا كاع قسما. تهلا في روحك ورانا كاع وراك، اوني توس فيغ دو توا، وكاع نبغوك والجزائر كاع تبغيك. تحيه الجزائر. ونحن بدورنا نضم صوتنا إلى صوت كل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وإلى صوت رجاء مزيان، ونقول ونبارك للجزائر حقيقة ولإيمان خليف وعائلتها هذا الانتصار. فرحتينا يا إيمان، برافو. أما الآن فلننتقل إلى فقرة تدوينات. نبدأ مع تدوينة قاسم سعيد، وهي بالأحرى نداء، حيث تم الحكم غيابيا بشهرين حبس نافذة على 19 ناشطا في الحراك سابقا بتهمة التجمهر غير المسلح، والآتية أسماؤهم كالتالي: عباس عبد الهادي، مرزوق زهية بن طيب، الحبيب بوجندارة، نبيل مختار بن منان، مراد بوكيالة، غلان آية عيسى، كريم فلاح، رقية مزيان، محمد عصام، جنزال عمر، قمود رابح، جزيري محمد، خنافو محمد حسان، علال محمود، رياض بن بدارة الهواري، آية بن إدريس الطيب، بن تومية أسامة، ذهيبة هشام، يسعد محمد، وعليه كل من يعرف أحدهم في هذه القائمة نرجو إبلاغه للقيام بمعارضة الحكم. ننتقل إلى تدوينة أخرى للناشطة نسيمة صويلح، قالت فيها: بالإرادة إيمان خليف تفوز على منافستها التايلندية، وتوجه أيضا لكمة قوية لرئيس الاتحاد الدولي للملاكمة الروسي عمر كريمليف، وتتأهل للنهائي. هاشتاك مبروك. وفي تدوينة لصفحة معتقلي الرأي بخصوص قضية الأستاذ العربي فرحاتي، تم لا سبيل للأستاذ الجامعي العربي فرحاتي بعد سماعه من طرف الشرطة القضائية لمكافحة الجرائم الإلكترونية مع تحرير محضر سماع.
وأيضا في نفس الصفحة وتدوينة أخرى بالنسبة لقضية تربيع سفيان تساءلت الصفحة: أليس من حق كل موقوف تحت النظر الاتصال بعائلته أو محاميه مع إخطارهم بمكان تواجده ويوم تقديمه أمام وكيل الجمهورية؟ وحسب المادة 51 مكرر 1 من قانون العقوبات له الحق في الاتصال وله حق الزيارة من طرف عائلته أو محاميه، ما محل الموقوف تحت النظر ربيع سفيان من هذا؟ سفيان لم يتلقى أي زيارة ولم يتصل بعائلته، عائلته تجهل تاريخ تقديمه أمام المحكمة. أما الآن مشاهدينا فننتقل إلى الصحافة المغاربية الصادرة اليوم مع الزميل نبيل عبداللاوي. تحية طيبة. عرض موجز لأبرز عناوين بعض الصحف المغاربية، بداية من موريتانيا وصحيفة أنباء إنفو. برام الدهولد عبيد يقول: جناح ظلامي في الحكومة، ودون لفرحة اختيار ولد الجاي وزيرا أولا. فقد دفع برام الدهولد المرشح الحاصل على المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في موريتانيا عن تصريح سابق ساند فيه اختيار المختار ولد الجاي وزيرا أولا. وأكد ولد عبيد في تسجيل صوتي جديد جاء تعليقا على إعلان الحكومة بأن اختيار ولد جاي كان بادرة خير عززت حضور من يمكن وصفهم بالجناح المنفتح والذي بإمكانه أن يقود إلى طريق السلم والتعايش مقابل جناح يستغل القوة العمومية ليرهب الشعب ويصادر القوانين ويمنع تشريع الأحزاب السياسية ويقتل المتظاهرين حسب تعبيره. لكن تشكيلة الحكومة الجديدة، يقول ولد عبيد، مكن من وصفهم بركائز الجناح الظلامي الحصول على ضمانات أكبر بعد احتجاجهم على اختيار ولد الجاي الذي يستحسن المناضلون السلميون المتفائلون خيرا مثلنا أن يروا فيه تمثيلا لجناح الانفتاح. وفي ذات السياق، الرئيس الموريتاني ولد الشيخ العرزوان يأمر الوزراء الجدد في الحكومة الجديدة التصريح بممتلكاته. إلى ليبيا عفوا، وصحيفة الوسط المشري يقول بأن إعلان تكالى إعادة انتخاب رئاسة مجلس الدولة باطل. فقد قال الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن إعلان الرئيس الحالي محمد تكالى تأجيل جولة الانتخابات إلى يوم 20 أوت هو إعلان باطل صدر عن غير ذي صفة. جاء ذلك في بيان لخالد المشري وقعه بصفته رئيسا لمجلس الدولة، بعدما قال في وقت سابق: أعتبر نفسي الرئيس الشرعي لمجلس الدولة، وبدأ ممارسة مهامه بناء على نتائج الانتخابات. وأشار المشري إلى إحالة تكالى الخلاف على ورقة التصويت للقضاء رغم معرفته المسبقة بعدم اختصاص القضاء بهذا النزاع. إلى صحيفة المرصد، مكتب رئاسة مجلس الدولة الحالي سيبقى كمكتب تسيير حتى انفصل بموضوع الورقة الجدلية وفق ما قال عضو مجلس الدولة حسن حبيب. وأشغال حكومة حماد تناقش تعزيز التعاون مع مصلحة التخطيط العمراني وتفعيل الإسكان التعاوني. ومن أهم الأولويات خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، هذا ما قاله رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري. وعدم قبول تكالى بنتائج التصويت أمر لا يستهان به وفق ما أكده عضو مجلس الدولة نوح المالطي. إلى تونس وصحيفة المغرب، الصحافة والإعلام في زمن الانتخابات، من يحمي حق الجمهور؟ في الحقيقة تساءل الصحيفة. والانتخابات الرئاسية غنق باب الترشحات، إيداع 17 مطلب ترشح للانتخابات الرئاسية، والصافي يودع ملف الترشح للرئاسيات. عربيا، دعوة لتحقيق خطة طوارئ صحية في لبنان مع تصاعد مؤشرات الحرب، دلالات استهداف قاعدة عين الأسد وتعدد المواجهات الإقليمية. إلى صحيفة الشروق، بعد الكشف عن شبكات لسرقة الدراجات والسيارات، ملاحقة عصابات إجرامية وتورط مهربين. عربيا، مهندس طوفان الأقصى والمطلوب الأول في إسرائيل، يحيى السنوار يخلف الشهيد إسماعيل هنية. والقسام، تثأر لهنية
بينما نصر الله يقول سنرد مهما كانت العواقب. ومحليا في تونس عبير موسي تنهي إضرابها عن الطاعة. إلى المغرب وصحيفة الصباح، ذئب منفرد خطط لتفجيرة إرهابية، تعاون استخبارات دولي أسقطه بمراكش وأحبط مخططات تخريبية. مستوردون متورطون في تهريب الأموال، حولوا مبالغ بمليارين باستعمال فواتير مزورة صادرة عن مصدرين مشتبه فيهما. في ذات الصحيفة، تضميد الفساد بالدار البيضاء، أحزاب التحالف بسيد البرنوسي تخرق قانون الجماعات للتغطية على تقرير فضائح أسود للداخلية. وأموال يتامى مدينة الصويرة في مرمى الاتهامات. الفنان المغربي تغماوي يتهم جمعية خيرية بنفخ الفواتير ورئيسها يرد. صحيفة الأخبار، دائما في المغرب، استدعاء شركة تأمين متضررة في ملف حوادث سير وهمية بمدينة سانع، يتابع فيها 12 متهما بينهم 3 أطباء أدين بالحمص النافذ، واعتقال نجل برلماني في فوضى المظلات الشمسية بمدينة المضيق، حاول عرقلة عمل السلطات لتنظيم الشواطئ ومراقبة التراخيص الموسمية. في صدر صفحتها الأولى تعنون الأخبار، برلمانيون ورؤساء جماعات تتهددهم مقصرة القضاء، تقارير سوداء ضدهم بسبب خروقات التسيير ورخص بناء انفرادية. بوحمرون، مرض يجتاح دواوير بشيشاوة وجمعيات تدق ناقوس الخطر، استنفار لمصالح الوزارة لتنظيم حملة تشخيص لمتابعة الحالات المشتبه في إصابتها. ختام هذه الجولة الموجزة في أبرز عناوين بعض الصحف المغاربية الصادرة هذا اليوم. الآن فنترك الكلمة للزميل حسين قاسمي وقراءة في بعض الصحف الفرنسية والناطقة بالفرنسية. أهلا بك زميلنا، كيف الحال؟ أهلا وجدان، يعطيك صحة، شكرا. أهلا بك، ننتقل إليك، الخط لك. شكرا. ننتقل إذن، on va passer à la donc à la presse française. Mais avant de commencer, on a une petite feuille, je pense, à passer. Bonjour, bonjour. Azul Filawen, salam alaikum. Donc, on va commencer par Le Monde. Le Monde qui est revenu à l'histoire de la corruption politique. Il parle donc de Saïd Nraza, ou plus généralement des trois prétendants à la présidentielle placés sous contrôle judiciaire en Algérie pour corruption politique. Saïd Nraza, Belkacem Sahli et Abdelhakim Hamadi sont donc... dont les dossiers de candidature ont été rejetés, sont accusés d'avoir acheté des parrainages d'élus. Accusés d'avoir donc acheté ces parrainages, trois prétendants à l'élection présidentielle du 7 septembre en Algérie ont été placés sous contrôle judiciaire dimanche 4 août pour corruption politique. Il s'agit, comme je disais, de Saïd Nraza, présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes, le CGA, de Belkacem Sahli, secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine, ANR, et d'Abdelhakim Hamadi, directeur d'un laboratoire de produits vétérinaires. Candidats à la magistrature suprême, tous trois ont vu leur dossier rejeté par la Cour constitutionnelle le 31 juillet. Après leur audition dimanche par un juge du pôle pénal, économique et financier, ils ont échappé au mandat dépôt. Une chance qu'ont pas eu les 68 autres accusés des élus locaux et des intermédiaires poursuivis pour corruption dans l'opération de collecte des signatures en vue du scrutin présidentiel. Le point, lui, est revenu sur l'histoire de notre athlète Iman Khelif et toute cette polémique, justement, qui a entouré sa participation aux Olympiades. Cette femme est notre fierté, a titré Le Point. L'Algérie debout derrière sa boxeuse Iman Khelif. Après le combat expéditif d'Iman Khelif face à l'Italienne Angela Carini, la polémique sur la légitimité de l'Algérienne à concourir en catégorie féminine a explosé. « Honteux », estiment les Algériens. « Tu es fou, Elon Musk. Tu as provoqué un peuple qui ne connaît pas la marche arrière. Les Algériens vont te rendre plus fou que tu ne l'es. »
sur X, donc X Twitter, un internaute algérien s'adresse en taguant au patron de ce réseau social qui s'est attaqué par deux tweets à la boxeuse algérienne Imen Khelif, cible d'une polémique devenue aussi virale que mondiale. Depuis l'explosion donc planétaire de la polémique autour de la star algérienne Imen Khelif, après son combat jeudi avec l'italienne Karini, l'opinion publique algérienne sur les réseaux sociaux ou dans la rue, au sein des familles aussi, s'est indignée de la campagne mondiale menée notamment par les figures de l'extrême droite en France et à l'étranger, de Donald Trump, de Giorgia Meloni, pourtant amie de l'Algérie, et sans oublier bien sûr le vice-président du conseil du gouvernement italien, Matteo Salvini. Voilà, et donc au troisième plan, nous avons un communiqué du parti politique, le RCD, Oujden, qui a réagi par rapport à la nomination du ministre de l'Intérieur à la tête du cabinet ou de cabinet de campagne électorale du candidat autonome, comme la presse algérienne le présente depuis quelques jours, Abdelmadjid Tebboune. Donc Marad est nommé directeur de cabinet de Abdelmadjid Tebboune. Nous avons avec nous normalement Rachid Hassani, le porte-parole chargé à la communication du RCD. Je ne sais pas s'il est avec nous ou pas. Monsieur Hassani. Bonsoir Monsieur Hassani. Bonsoir à tous les spectateurs de la Maradia et bonsoir à vous. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Monsieur Hassani, donc on lit dans votre communiqué que ce n'est pas anormal, que c'est même choquant, cette nomination de Merad à la tête donc du cabinet chargé de directeur de campagne de Tebboune. Vous parlez même d'une provocation. Oui, de toute manière, le ministre n'a pas d'illusion par rapport au fait que le rendez-vous électoral du 7 septembre était un simulacre, était un rendez-vous, une cérémonie de d'organisation d'un chef de l'État choisi par les décideurs. Nous savions dès le départ que ça ne va pas être qu'un énième coup de force du pouvoir de fait, celui qui s'était entraîné malgré les Algériens depuis notamment 2019. Mais là, force est de constater effectivement que malgré tous les indices qui déjà démontraient tout ce que nous savons de cette élection, de cette pseudo-élection, cette énième. Donc cette désignation du ministre de l'Intérieur est perçue effectivement comme une provocation de plus, comme un indice de plus d'une élection qui sera tout sauf une élection où les Algériens seront sollicités pour choisir celui qui va les diriger pendant les 5 prochaines années. Parce que un ministre de l'Intérieur, c'est le chef de l'administration, donc c'est le chef du service, de sécurité, et donc tous les chiffres, tout ce qui est en lien avec l'élection est en partie main, donc on ne voit pas comment Chinois, Hacham Hamidou, Hamidou, Hidar Hamidou, et donc, ça entame gravement la crédibilité de cette élection qui est déjà entamée depuis longtemps. Donc, un ministre de l'Intérieur qui vient qu'il compagne d'un candidat, ça ne peut pas donner de la transparence, ça ne peut pas donner de la confiance et ça ne peut que démobiliser les Algériens qui ne seront pas certainement pas nombreux à aller voter. La désaffection sera encore grande. Oui. Et la crise politique va perdurer, va persister, va s'aggraver et la crise de succession va. Justement, Rachid Hassani, parlons de la crise. Vous écrivez justement dans votre communiqué, devant le choix de l'option du père du régime, nous devons continuer à opposer le choix de l'avènement du changement pacifique, transitionnel et graduel dont le pays ne peut faire l'économie pour la paix, la stabilité et le développement. Comment justement comptez-vous faire cela?
mais c'est en mobilisant les Algériens, c'est en discutant, c'est en débattant. D'ailleurs, dans les mêmes communautés, nous invitons les régimes à plus de sérénité, à plus de lucidité. Nous invitons à revoir ses copines, nous invitons à enclencher un dialogue ou à accepter un dialogue. Sinon, c'est par la construction d'un rapport de force avec toutes les forces politiques algériennes, avec toutes les forces civiles, avec l'élite politique, l'élite universitaire, avec l'élite syndicale. Donc, c'est par nous aussi de créer ce rapport de force pour justement pousser ce pouvoir à reconnaître des restrictions et les ramener justement à ce dialogue salvateur, à ce dialogue inclusif entre tous les Algériens pour justement aller vers des solutions consensuelles, des propositions, des solutions consensuelles pour l'Algérie et pour partir d'un système à un autre système, d'un système fait de dictature, fait de répression, fait de totalitarisme, vers un autre système démocratique. Et il est connu à travers le monde que pour passer d'un système autoritaire à un système démocratique, il faut une période transitionnelle et une période consensuelle entre les forces politiques algériennes, y compris le pouvoir lui-même. Merci Rachid Hassani, merci beaucoup pour ces éclaircissements et à Teksaha. À une prochaine fois, Inch'Allah. Shukran. Shukran lak, Hussein. Lakin, qabel an tadhab, yani, ana arfe, andak tahdir la barnamjak. Yani, as-suhuf, laysat faqat al-jazairiya, wal-maghribiya, wal-arabiya, wa aydan al-alamiya, afradat fi safhataha al-hadith an Olympiad Paris 2024, wa bdawrna, yani, nuhanna Kylian Amour, wa aydan Iman Khlaif, yani, ragam kul al-tahdiyat wal-dhuruf صح. اللي مروا فيها رأيك يعني بهذه الفرحة في ظل كل أجواء الحديث عن الانتخابات والتحضير للانتخابات الرئاسية وإلى ما هنالك فرحة كبيرة يعني شفناها في المواقع الاجتماعية خاصة يعني الفرحة كانت حاضرة أيضا على شاشات تلفزيونات النظام يعني الجزائري بقوة وفي المواقع الاجتماعية ولكن منا يعني نستنتج أنه الشعب الجزائري يجبدوا الرياضة أكثر من الانتخابات الرئاسية يعني لا. مش فناش ولا تعليق على الانتخابات وعلى الحملة الانتخابية. الشعب يبحث عن فرحة صح يبحث عن حاجة يعني عن إنجازات حقيقية الإنجازات الوهمية تعب منها. شكرا جزيلا لك. شكرا. زميل حسين وإن شاء الله نلتقي في حصص قادمة. شكرا لك. إن شاء الله. مشاهدين نترككم مع فقرة الرسوم الكاريكاتيرية مني ومن فريق العمل، نتمنى لكم أطيب المنى وإلى اللقاء. We'll be right back.